اول مره في حياتي نكتشف لي انا عندي كرم. كرامه؟ اي في دبي تحت يدك. تعاملت بليش لا تقول لك خليني كمل. خاطر في 35 سنه لهنا لازمك تقول لي لاباس عليك باش العباد تقدرك، لازمك تقول لي انت شكون باش الدوله تعاونك. غادي يكفي البوتنسيال، الفرق في كلمتين. دبي يخموا في احفاد دبي، تونس يخموا في العزيز نتاع تونس، ماهمش ينفستيو في الاحفاد نتاع تونس. مش انا راهو اللي اصغر مني واللي اصغر مني. نسالك سؤال خلي كمل مريومة. جوست معناها تقول شو تحب تلقى شلون اللي موفر. معناها انا حشمت اللي ما عنديش باي بال في بلادي. انا اليوم فما ناس خدمت معها غاديك خدمتي واحدة مش بعد فينا باش نخلصهم، ما عنديش كيفاش نخلصهم. دونك لازمني نعطي لشكون هنا في تونس باش غاديك. برشا حاجات القدر والقيمه. مانيش مواطن انا سائح، ما تحسش الفرق. حكيت فازا شفتك في فيديوهاتك محلام، واحد خذا شيك في دبي نص الليل حشاه في ماكينه خرجت له الفلوس. شيك سامحني انت اليوم بعد جمعتين. سامحني انت اليوم ما نعرفش في بالك انا مشيت صمت فيراري. اوه لبس بيك. لا مش على لبس بيا. تجرأت دخلت الوقاحه نتاعي. اي دخلت نسال عليها الفيراري. قال لي هاي سير وخرج وحل الباب. قال لي يطلع هاو الكرسي كيفاش كيفاش استعملها وحل الكتالوج وهوني برمشي صوم انت كعبه يغور ب 60 مليون اللي بيعوا فيها. طيب اللي بعيد احكي معاه. صاحبي علي زينك ولا تقوم عاملني كعبد ساعه. نو 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 والله والله بالحق. ليه نحكي يا مريم نحكي في الميتافور راني. في الميتافور مش انا في كرامتي كعبد. نو في الميتافور نقصد انا فما حاجات نورمالمون نلقاهم في بلاد ما نلقاهمش في بلاد الناس. فهمتني؟ انا انت مشيت من مريم فما حاجات. لحظه يا رب يا ربي سبحانه وما ربي ما عادنيش بالاوروبا على دبي. ما فلوس على قوة فلوس وتحكي على تشيرموند رانا. اوني ميم با بي ميرجون. والله غلط الحكايه يا مريم سامحني. افيك تو مي ديسبي مريم فما حاجات صايره في دبي. وراس قدرك يا مريم. ليه فما حاجات صايره في دبي ماهيش مشكله فلوس، مشكله اراده. عايش اختي مشكله اراده. مش قوة فلوس. دبي مش قوة فلوس. لحظة دبي دون أي ليه لحظة دبي تبنت بعزيمة ودون أي موارد مالية وطبقت القانون. دبي إجا ابني بطيمة خذ 20 أعطينا 80، إجا قد لي الفروجات خذ 30 أعطينا 70، إجا قد لي كذا دون بعزيمة. نوفل. لا لحظة بركة ما نبداش نقولوا فلوس وإحنا قاعدين.